السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم انا وهي والنجوم. ارجو من حضراتكم الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا ولكي يصلكم كل جديد. وفقنا الله ووفقكم الى ما فيه الخير. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. هذه الابراج تمتلك الحاسة السادسة وتتنبأ بالآتي: الحدث أو حاسة سادسة كما يسميها البعض، حيث أنها حاسة تختلف عن النظر واللمس والسمع وغيرها من الحواس الخمسة، فهي موهبة يمنحها الله للبعض، والبعض الآخر يحصل عليها بسبب صفات لديه مثل أصحاب هذه الأبراج. برج الثور: مولود برج الثور ذو طبيعة متأملة منذ صغر تجعله يلاحظ ما يدور حوله ويحلله ليصل لنتائج أو تنبؤات عما يحدث وسيحدث مستقبلا، وذلك لخبرته العالية في الحياة. لذلك تجد من يستشير مولود الثور فيما سيقوم به ليأخذ النصيحة منه. البرج الثاني برج الأسد: أما مولود برج الأسد فلديه موهبة فطرية في كشف طبيعة كل شخصية يقابلها، لذلك من خلال فهمه العميق للشخصيات يمكن أن يتنبأ بما يمكنه القيام به وما لا يقوى على فعله. لذلك تجد مولود الأسد دائما في موقع الحكيم الكاشف لجميع الأمور. البرج الثالث والأخير برج الجدي: دائما ما يشعر أصدقاء مولود برج الجدي أنه عراف يرى المستقبل، ولكن ما لا يعرفه الكثيرين أن كل ما في الأمر أن مولود برج الجدي لديه قدرة عالية على تحليل المواقف والوصول إلى نتائجها قبل الآخرين، ما يجعله يتنبأ بحدوث أشياء معينة في المستقبل. شكرا للمشاهدة. تنويه هام: الأبراج مجرد تسالي، ولن يعلم بالغيب غير الله سبحانه. لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى ابداء رأيك على الفيديو بتعليق، ولا تنسى تفعيل الجرس حتى يصلك إشعار بالفيديو الجديد.